أم سبعينية تنهي حياة ابنها بطريقة بشعة بالعرائش. خليكم مع التفاصيل. السلام عليكم. أقدمت سيدة تبلغ من العمر 72 سنة البارحة على تصفية ابنها البالغ من العمر 57 سنة بواسطة سكين داخل منزلها بحي النباص بمدينة العرائش، حيث وجهت الأم 9 طعنات غادرة إلى الهالك على مستوى القلب ومناطق أخرى من جسمه ليلفظ أنفاسه على الفور. أسباب هذه القضية تعود إلى نشوب خلاف حاد بين الأم وابنها، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى اشتباك بالأيادي ثم إلى جريمة بشعة راح ضحيتها الابن الذي يبلغ من العمر 57 سنة وهو متزوج وأب لطفلين. ومن مصادر مقربة من الأم وابنها أن سبب الجريمة هو سوء معاملة الابن لوالدته الدائم، مما جعل الأم تقترف هذا الذنب وتنتقم من ابنها. وفور علم السلطات بما وقع حلت بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا معمقا في الموضوع، كما تمكنت العناصر الأمنية من إلقاء القبض على الأم وجرى وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى لالا مريم لإخداعها للتشريح الطبي. والغريب في الأمر هو أنه عندما تم الاستماع إلى الأم من طرف الضابطة الأمنية على خلفية هذه القضية، فكانت تحكي ما قامت به بكل أريحية وهي تبتسم، واعترفت بما هو منسوب إليها وعلى الفور. الله يحضر السلامة، والله خرجنا من دار العيب بلا عيب. طامة كبرى من الابن ما كتبقاش عنده حنان على والديه، وكارثة كبيرة من الأم ما كتبقاش لا تحن ولا ترحم أولادها اللي حملت بهم 9 شهور وتوجعات عليهم حتى ولداتهم وسهرات عليهم الليالي باش تربيهم. القضية ديالت اليوم عندها بزاف ديال المعاني. قضية اليوم كتتعلق بمسألة عقوق الوالدين وكذلك العنف ضد الأصول. المجتمعات العربية بصفة عامة ولات كتعاني أزمة قيم وأزمة أخلاق وعقوق للوالدين، وهذا الأمر كثر بشكل مخيف مؤخرا. كنشوفوا مساخط الوالدين كيسلخوا والديهم بحال قصة اليوم، كيسلخ أمه اللي في عمرها 72 سنة وكيتكرفص عليها وهي صبرات لي حتى عيات وفي الأخير قتلاتو. ومنين قتلاتو وكيسولوها الشرطة على أشنو دارت، فكتحكي القصة وهي كتبتسم وهي كتضحك، يعني ما بقاش فيها ولدها اللي قتلاتو. إذن من مظاهر العقوق عندنا هو أبناء كيسلخوا والديهم إلا ما عطوهمش داك الشي اللي بغاو، خصوصا إلا كان الولد مبلي، فإلا ما دوروش معاه باش يمشي يشري البرية فكينوض كيسلخهم. وفي أكثر الأحيان ممكن الإبن أنه يقتل والديه على ود فلوس البلية، وهذا هو اللي كنسميوه العنف ضد الأصول. بسبب انهيار منظومة القيم الأسرية، شاب كيسلخ أمه ومنين كتشكي به وكتدخله للحبس كترجع من بعد مدة وتنازل ليه، لأن الكبدة ديالت الأم حنينة وما كتخليهش يربيه الحبس، ومنين كيخرج كيخرج وكيقتلها أو لا هي كتقتله. كنشوفوا ناس لباس عليهم ضربوا عليهم والديهم تمارا حتى وصلوهم، ومنين كيشرف باه ومو كيصبحوا عالة عليه وكيتقلوا عليه، فكينوض كيحطهم في دار العجزة باش يتهنى منهم وكيجازيهم على خيرهم بنكران الجميل. ومراكز الإيواء ودور العجزة مليئة بهذه الأمثلة، كيحطوهم ولادهم وكيمشيو
هما كيبقاوش يسولوا فيهم وكيقطعوا صلة الرحم بهم، ونساو أن الدنيا فايتة والدين ديالنا وصانا بالبر بالوالدين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وكذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر الآية. خصوصا أختي الأم، أمك ثم أمك ثم أمك عاد باش أبوك. وحتى الناس أختي اللي كيعنفوا ولادهم، فلازم أننا نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في وليداتكم. نهار القيامة غتحاسبوا على تربيتكم لوليداتكم، وغادي تحاسبوا الا ما ربيتوهمش مزيان، او الليلة خليتوهم بالجوع، او الليلة ما كنتوش كتهلاو فيهم. هادشي كامل غادي نتسائلوا عليه غدا يوم القيامة امام الله سبحانه وتعالى. وحتى الوليدات الا ما كانوش كيتهلاو في والديهم، وما كانوش كيبروا بهم، وما كيسمعوش كلامهم، ولا كاين شي مساخيط اللي كيضربوا والديهم او اللي كيحطوهم في دار العجزة، فراه كما تدين وتدان. راه انت نهار تكبر وتشرف، فراه ولادك غادي يعاملوك بنفس هذاك الشيء اللي كنتي كتعامل به والديك في الاول. فالحياه بحال واحد العجله اللي كتدور، اليوم ليك وغدا عليك، وداك الشيء اللي كنتي كتصرفو في والديك في الماضي غادي يجي وليداتك في المستقبل وغادي يديروه ليك. وكون متاكد، باش كتقتل باش كتموت. إذا أخوتي حذاري ثم حذاري من عقوق الوالدين. نبروا بوالدينا وكيف ما رباونا وصهروا علينا حتى وصلونا، فجاء الوقت أننا حتى حنا نردوا الجميل ديالهم ونتهلاو فيهم. وقصة اليوم أخوتي هو واحد الشيء اللي تيألم بزاف، أن الإبن اللي في العمر ديالو كدا وخمسين سنة وكيعنف أمه اللي في عمرها كدا وسبعين سنة، فهاد الشيء عجيب وغريب أخوتي. الأم ديال 72 سنة كتصبر حتى كتعيا وكتنوض كتقتل ولدها باش تهنى منه وتهنى من العنف اللي كيعرضها ليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها أخوتي. خليوا لي تعليقكم في هذا الموضوع. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.